إذا كان الإرهاب قد نجح في بث الرعب والخوف في نفوس الناس عامة، فإنه قد عجز عن تأثير على هذا الملتقى الذي حضر فيه مجموعة من المبدعون الذين حرصوا فعليا عن إقامة هذا اللقاء وأيضا عن ممارسة عروضهم بشكل. فرغم الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ تواصلت عروضهم وسط متابعة كبيرة من محبي الفن والإبداع، لنقل محبي الحياة ورافضي ثقافة الموت المصبوغة بلون الدماء. ولأن الأمسية لم تتأجل، ولأن الإبداع قد تواصل، ولأن الشعر لنقل لم يمت، فلا يسعنا إلا أن نقول أن هذا الفعل الثقافي بحد ذاته بيّن اليوم أنه حقا عدو الإرهاب. كيف لا؟ والإبداع هو الذي يجمع المنتجات الناتجة عن ممارسة الحرية، في حين الإرهاب هو يعطي فكرة طائفية تطرفية مكبوتة. نحن اليوم حاضرون هنا من أجل الملتقى الأوروبي الأول للإبداع الذي نظمه المقهى الأدبي ببروكسل والجمعية الفرنكوفونية للفن والإبداع المغاربي بفرنسا. لا يسعنا إلا أن نقول أن هذا وجبة ثقافية متنوعة كان هدفها إيصال رسالة أن الإبداع هو ضد الإرهاب. مشاهدي قناة ميغو 24 اختبعوا معنا الأجواء هذا العرس الثقافي. أستاذ نضال الحار هو شاعر عراقي مقيم في سويسرا، إضافة إلى أنه شاعر فهو فنان تشكيلي، جاء خصيصا لهذا الملتقى الإبداعي، الملتقى الأوروبي الأول عفوا الإبداعي. ماذا يمكنك أن تقول عن هذا الملتقى الذي كان عنوانه محاربة الإرهاب؟ نعم، نحن نسعى دائما في شعرنا وفي فننا لمحاربة الإرهاب، لأننا نكتوي بناره في بلدنا العراق منذ 2003 لحد الآن. نحن نسعى إلى محاربته لأن الإنسان لابد أن يعيش مهما كانت طائفته أو جنسيته. من حق الإنسان أن يتمتع بحريته، ولا حق لأي كائن من كان أن يسيء للإنسانية بأي شيء. في الحقيقة ماشي التجربة الأولى، وهو عشق قديم. قديم كنت كنكتب في الشعر في القصيدة، لكن هاد السنوات الأخيرة يعني خديت واحد المجال آخر، واحد المجال إبداعي آخر. بعد كنكتب في القصة القصيرة، خرجت لي مجموعة قصصية الأولى أشواق مهاجرة. أيضا اشتغلت في السيناريو، عندي جوج الأفلام يعني دفعهم للتلفزة، وكاين واحد الان واحد العمل مشترك مع المخرج زهير سرفاتي من فرنسا، وهو يشتغل الان على واحد القصه اللي جات اشواق المهاجره اي بناتي، اللي ترجمت بالفرنسيه والان كيشتغل عليها كفيلم. الشعر بحال اللي قلت انني بديت به، وما احلى الرجوع اليه. اه يا حبيبتي كم اشتقت اليك. ذاكرة شعر الطريق إليك لم أعد أتذكره جيدا. هل تسكنين مدينة أم قرية؟ قصرا أم خيمة؟ ملامحك في ذاكرتي صارت باهتة. دائما هذيك الحنين والشوق والرجوع للاصل. وانا بالنسبه لي دائما كنقول بان العمل الابداعي هو عمل واحد، فالروايه الشعر القصه فهي كلها كتخاطب الوجدان والشعور والاحاسيس. فالان كان الفضاء ديال الشعر، كان من المفروض انني نقدم قصه من المجموعه ديالي. في الحقيقه جيت على هذا الاساس، ولكن الفضاء سبحان الله انه كيخلق واحد التاثير عند الكاتب او عند الروائي.
فهذا الفضاء واحد سمع لي انني نقول شعر وكان تجاوب جميل جدا وقلت شعر وكانت تجربه ناجحه. معنا الاستاذ رشيد المنصوري، هو اعلامي وفنان حاضر معنا هنا اليوم في هذا اللقاء الابداعي. شنو ممكن تقولنا على هذه المشاركه ديالكم في هذا اللقاء؟ هي مش اولا كنشكروا المقيمين على هذا الملتقى، واللي هو في حقيقه نقولوا انه واحد الورقه كتخاطب الناس اللي ربما كيتجهوا كل ما هو عنف، كل ما هو ارهاب. حنا كنقولوا بالفن وبالابداع ممكن ان نلقاو بالمجتمعات ديالنا ونلقاو بالاطفال ديالنا والجيل القادم. والمشاركه ديالنا اليوم كانت مشاركه انا والاستاذ والملحن سعيد الزروالي، كانت لقيت على بعنوان تيهن في زمن البوصله. تيهن في زمن صادر ذابت الضمائر ضاعت المصائر وانهار الإنسان العنوان ديالها ديال هذا العمل كيشرح يعني تيهن في زمن البوصله، رغم ان موجود هذه البوصله ولكن مازال الانسان في تائه وكيخصو ربما من غير البوصله امور كثيره. وهذه الملتقيات بحال هكا ربما هي اللي كدل على الرقي، كدل على الاخلاق، كدل على ان الفن والارتقاء بالفن هو الوسيله الوحيده اللي ممكن ان نلقاو الطريق ديال كل ما هو جميل، كل ما هو سلم وسلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. نشنين من يوذن يعجب شيت السف استكمضانا الإسلام ربي قره ونغى أحيان النفس إحياء النفوس كل شيء عالم واني نغى نغنشين النفس ظلما وعد ونغى النفوس العالم. نشنين الشعب المغربي ذنيتني بلجيكا نستنكا نقال لا نخيق الإسلام ذي جن الدين وسامح ذي المحبة ذي الفرح وينقحد وثينقحد ذوذ الدين نجان ذم زياروك الدنيا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيدنا إبراهيم عليه السلام تذني سمان بالمسلمين والدين الإسلام وينقي وذان وينقي الاطفال وينقي البيئه وتقصيص الاشجار وينقي ويهدم الكنائس. نشنين اقانا اك الشعب البلجيكي سور النغ الدم يينا ندق المنايا نطلب اصلا المغفره هاد عاقب بريد مرا كان قضي مغربيين انما ينا خرقا ذنيتين ربا ذنيتين ومرا خسن شينا ربا ضعونا الحكومه البلجيكيه نغن اوروبا كارك اللاحي مازنقا قنا الدوله حقوق الانسان وما يسمى بالرفاهيه. اليوم نشين قنستنكير مع الحكومه البلجيك بلجيكا غاتوك ورذاف لجنة دولة ديمقراطية مشى الحقوق الجميع غسى جميع ذو سنة ثقافة العالمية مولتي كولتغيل انشين توجور نصوم افيك لا بلجيك. الأخت حكيمة شنو ممكن تقولين اليوم على هذا اللقاء الإبداعي بصفة عامة؟ السلام عليكم، ونقدم التعازي لكل الأجنبيين والمغاربة كاع اللي ماتوا والله يرحمهم. وهذا اللقاء كان عندي أنا ممتاز، كان عندي عجيب وتمنيت نتلقى بكم وتلاقيت فعلا، لان كنا مجموعين على الناس اللي ماتوا يعني كانوا اجنبيين ولا كانوا مسلمين كلهم كيف كيف. والكلمه الوحيده اللي كنقولها بلجيكا بلادي وفيها ربيت ولادي وعندي دوبل ناسيوناليتي بلجيكيه ومغربيه، وما بغيتش انا يوقع حد شي في بروكسل. وفي الحقيقه النهار اللي سمعت لك الارهابيين داروا ديك الحادثه النهار كله وانا في الفراش، انا مريضه وكنت ونتاسف ونعاود نتاسف ونقول زعما لهذا الشيء الفو اغيتي
ما يعاودوش يزيدوا هذا الشيء، لان راه الفيك راه حنا اللي فيكتيم، راه النص الكبير مات ابرياء سواء انصارى سواء مغاربه، لان ماتوا ابرياء ما عملوا حتى شي حاجه. واللي باغي نقول زعما هذا النهار تاع اليوم اللي لقينا فيهم يعني فرحانه، وكل واحد كيقول الكلمه ديالو، كيقول اللي كتعجبو اللي كيريحو، ونقول زعما نقولها ونعاود نقولها، يريضوا من هذا الشيء، كثروا علينا لي بروبلام، وفيف لا بلجيك. معنا الان الفنانه الملتزمه حنان محمد لكي تحدثنا قليلا عن هذا الملتقى او هذا العرس الابداعي اللي عنده دور كبير في مواجهه الارهاب. ماذا ستقولين عن هذا الامسيه؟ هي أمسية جميلة، التقى فيها مبدعون مغاربة وعرب بصفة عامة، تنديدا بالإرهاب، وإبداعاتهم ظهرت يعني كسواء شعر أو موسيقى أو قصة، فالحمد لله كان منتدى ناجح بكل معنى الكلمة. ما هي أو ماذا ستقولين عن هذه الهجمات التي مست بلد بلجيكا؟ وهي بمعنى الإنسانية بصفة عامة، بغض النظر على إسلام أو أي دين، فهو هذا أنا أدينه، لأن ما كيبقاش إرهاب كترجع جريمة في حق الإنسانية، جريمة شنعاء وقتل أبرياء للإسلام يتبرأ من هذا. كانت عندكم أمسية في شهر أبريل وتم تأجيلها، ممكن تهضري لنا شوية على هذه الأمسية؟ هي أمسية كانت أمسية أقدمها كفنانة ملتزمة تؤدي كل مهدف ورسالة هادفة، نظري للأحداث يعني وتضامنا مع الناس فحيدنا فأجلناها لشهر ماي. كانت غتكون نورمالمون هنايا في داركم في مركز الثقافات، وأجلناها على ما لشهر أبريل، مازال التاريخ المحدد مازال ما كانش، ولكن غيتعيني عليها في اميغو 24 وفيسبوك ان شاء الله. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لك التوفيق ايضا في مسيرتك الفنيه وفي مسيره الفن الملتزم. شكرا استاذه حنان محمد. شكرا اختي، وشكرا لاميغو 24، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.